ومعنا عبر الهاتف من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي لمزيد من التفاصيل. مرحبا نبيل، هل ما زالت خرق أو هل ما زال خرق الهدنة مستمر في اليمن؟ نعم، هنا في العاصمة صنعاء كان هناك إطلاق للمضادات الأرضية، ومع أن العاصمة شهدت تعتبر أكثر المدن هدوءا، غير أن الاشتباكات التي دارت هي في محافظات ثلاث، هي محافظة تعز ومحافظة مأرب، بالإضافة كذلك اشتباكات هناك في محافظة عدن، بالإضافة إلى المحافظة الرابعة وهي محافظة لحج. القائد أو الناطق الرسمي للمقاومة أو في محافظة عدن أكد بأن الحوثيين أطلقوا قذائف صاروخية باتجاه مديرية دار سعد، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات هناك، وصفت المقاومة العديد من الجيوب التابعة للحوثيين في مديرية دار سعد. في محافظة مأرب حصلت هناك اشتباكات وسقط أكثر من 9 قتلى من الحوثيين بحسب مصادر في المقاومة، كما سقط أكثر من 3 قتلى من المقاومة في محافظة مأرب، بالإضافة إلى اشتباكات أخرى في محافظة تعز، ولا زالت حتى اللحظة بالذات في جبل صبر المطل على محافظة تعز جنوب غرب اليمن. شكرا لمراسلنا نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء.